يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. أنا سامع صوت كركرة ومية وشيشة، ناس قاعدة بتشايش. بقولك والنبي امور رخواجة، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بيني وبين السيده زينب ساعه ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايلك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ يا حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمة دي؟ الله، امشي من اليمة دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومة. لا يا عم الحاج يا خفيف، دي مش فرض الحكومة، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومة، ولو عندك حاجة اعملها بقى يا عم الحاج. هو الواد ما فيش حد مالي عينه ولا ايه؟ ده انا اللي عامل لي فيها فضيتها قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرملة بدمك. الله بتعمل انت اللي انت اللي هاور فيهم يعني؟ يا ابني من هنا. ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء ضياء؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطة احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى منزل ايدك. انت بقى مشكرين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الريس سنجاري كلب. الريس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت تسمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب.
الولد ده اللي حرق مركب ابو عصليه اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى يودوك كراكون. يا عم انت ما تتكلمش خالص انت بقى. وزع ايدك يا ولد. اخعب بقى كده اخعب. الله. يلا بينا على الكراكون يا رجال. يلا 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 يلا. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي يا عم والنبي يا عم انا مش زينة والمصحف انا مش زينة زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصليه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد ده على حق. اهو النبي على حق سيبني بقى. اصل اصلا مش من هنا ومن السيده زينب وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسة. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. يا جدعان مش كويس يا جدعان. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده. مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام. اعصابك يا فندم اعصابك. خلاص يا غريب بنظام احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا حاجه ما بعرفش ايه ولا انت ما تغلس. امنع الكلام والا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكوا لي. الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيده زينب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش من هنا والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل ولا لا ولا عملت حاجة ولا عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير. لا ولا 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 قوم قوم. ما نهزر اقعد. حاضر اثبت مكانك. حاضر. كما كن. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى. صوت الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعذاب الله. بدنا اصل انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى استنى, بس... استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرايا يا عمنا ما قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب ميات طازي ما عملوش حاجة. اشتغل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليمه. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليمه.
الناس. الولا الليمبي ده طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمة، خلي بالك الولا ده يخصني. بقول لك أنا حليمة، هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله، أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولا الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. دوم الوجبة بابا ديعة او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا دوم بابا ديعة، دوم رجالة. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه يا عم. ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ورايا عند الباب، وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الضر، بس هي كانت مستنقره ظهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فبس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا، رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. يا غريب غريب. تمام يا فندم، مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه، والولد ده بريء. شفت بقى، انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثه، ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ادعيلي. رب يكرمك يا حماد يا حلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. شوف. الولا أهو، ولا. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان، السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش، اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وش جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه، طبيخ حندان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يالا جند، ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. قمنا يا شبه، قمنا يا شبه، من عيوننا حزينه. قطع يا عم، سفينه رست على المينا. قمنا يا شبه، قمنا يا شبه. يلا يا لمبي. نايم. يلا انزل تعالى. هذا البنطلون اعلى بنطلون انت بس ما عندك. يا عم خلاص. يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. كسين يعني. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي، انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم بنيل في الشرب حاسب شويه؟ ده انا حوت وعصب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق بقى، انا مش حاسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. انا اختي واقفين بتنظر مخدماتيه. شوف الوليه الناقصه بتسك الشيش في وشي، اللي هيفكوا لك لحام صدرك. جت جداهيه فحت الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان،
هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمسي يا مقمع، وممكن تلسوعك انت واللي اتشدت لك. اموت في الادب، ما تتلم يا سلفاندي. انا اسمي ادرا، نهارنا نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري. مالك يا لفاندي مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخه بقى عرتونه رجاله او فاش. نحمد ربنا ان احنا لحقناك يا ست امي. عشتوا؟ الا هو فين بيت نزله المخدماتيه دي؟ جنبنا، تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لا هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازق لازم في نزله المخدماتيه اول عتبه. هنستنوكي، وكمان عشان نرقوكي احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفت يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لتشرب القرعة دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعة، مش قادر خلاص. الله، انت ايه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق لتشرب القرعة يا ابو بديعة، دي سادس قرعة تشبط. انا خلاص مش انا بقى هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجالة وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ده، ناخدك في سرنجه. اقعد حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تانيه يالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. كان ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى لف في السنين، والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزور. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد ده على الطلاق انا ما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال نلف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده عبده، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ هلا فين خبيبي؟ بنايوتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيط القريه صح؟ تستباتي انت؟
خبيبي حساب سرب اللي انت شربتيه. سرب اللي انا شربته على بضيعه. ابو بضيعه عرضو عرضو يا لمبي. الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان السرب اللي احنا السرب اللي شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا لما بضيعك انه خلقتني مالت. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورتك ياخدك على كراكون انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضو عرضو خلاص هقول لك عيان ده واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين. ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده. خلاص حاسبنا. ها؟ حاسب؟ ايوه. صدق بقى انا زعلان منك. ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين. قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه. يعني انتوا امين معايا بوجي بات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم مش عارف ازاي. اتنين في واحد. حبينا حبيناه وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه بس دماغه ضربه. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك ولشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة. انت واخدنا على بيت دعارة ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعارة. بقول لك انت نكتة. بقيت غلس زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله. جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتوله. لا 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 انتوا كده اوفر قوي بصراحه. ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله يدفنوني هيبقى فيه جثث انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي. ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس. فلوس ناس في علم الغيب واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعه في الشغل. يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بسلب في قلب الكنبه؟
كلمة تانية همطير رقبتك. ليه طب وفلنا تبوظ؟ الله يمسك فلنا. أنا معاك يا عم والله، والله معاك. أبو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما أنا خليني قاعد. طيب بدي إيدك دي ولا رجلك؟ أنت واكل إيه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه، لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا ما تدفنوكي مطرحها؟ يا نهار اسود، بيدفنوا بني ادمين. انت مين يا السلفان ده؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت، حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني؟ وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي، معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو بديعة، أبو بديعة ازيك وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، إيه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساغ. عسعست عليه؟ أيوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة يا سلمبي. لا ولا حاجة. أهلا أهلا، مشرف. الله يخليك. في بيتك يا أخويا. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام، دي أصل أنا بحب أريل وأنا قاعد على نفسي، يعني بحب أريل وأنا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان بريالة. جدي أبو ريالة الكبير. يعني عيلة معروفة في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه ده كان يعني؟ بصي ما فيش اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ في حد تاني جاي بتسأل؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا سيفي، يا انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، بس يا عبد وجوزي. خش يا اختي البيت بيتك، خش. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركه؟ لو انت صادق، انا الولد الطري اللي انت عكننت عليه على البحر.
تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طب مين دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخدوا مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. وجب داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي من عندهم. قوم امشي امشي. مشي ليه؟ الحدود بينفخوا من الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوا من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا. اخلعي هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. نماذج بنت ما تمشي. بقول لك ايه، انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره تانية. طب حضرتك بقول المزمزل مش ماشيه البنايه، هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي شاكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس بالكوسكوس؟ اهلا يا شرباف، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمو، انا عايزك تحركش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيدي الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا اخويا ام ام حبه. حاضر يا سيدي الناس. انت راح فين؟ داخله جوه. اتمنى جوه. ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي يا فندم، مش وقت يا بني ادم، احنا في مامورايا. هجوم.
طول عمرك غداره. انا عارفاكي كويس، بس انا مش هنسكتوا. انا بس كله اسكت لحاله، انتوا فاهمين ولا حدش يتحرك خالص؟ اوعى اوعى، انا مش واحده، انا معايا قوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسوي لنكي نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك. انتوا كله اسكت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم عن الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضرة الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملك الشاي ولا هو سعادة الباشا. بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعادة الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بوط لي على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاضر الضابط، يا حاضر الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا. الجثث دي خلاص انا وصلت لك الحلقه. ما تعالجنيش، اتفضل لي بسكه. هات كويس سكه سكه. مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني والد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم هريسه؟ هريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجة؟ كلمة دي خطر قوي على فكرة. سالف مني بقى، انت عارفة عم هريسة؟ فين عم هريسة؟ لا انا معرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربة سنود واسود ولا ايه؟ لا يا قاص. اموت في الادب، اموت في الشمي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا اضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبك اللاسي، يمكن على الله.
يمكن على الله يمكن على الله يرق قلبك القاسي وشعرك حني بيه بالزبدة ودانتي وده شعرك حني وشعرك حني بالزبدة ودانتي وده شعرك حني بالزبدة ودانتي وده شعرك حني بالزبدة ودانتي وده شعرك حني بالزبدة لك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصلا انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي عارفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة. تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف الأمن إنه الراجل ده مش عارف مين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر إنك أنت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وأنا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. أنت عايز من اللي جابوني أنا إيه في القعدة دي اللي أنا عطنت فيها؟ أنا عاوزك تتجوز البت دي، أصلك أنت باين عليك إنك أنت جدع من الحكايات اللي هي حكيتها لي. يابا ما يصح. شو ذا الدلع؟ يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف، لطيف جميل. أنا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقية عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانية اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعة، اقول لك مكاننا هريسة فين؟ اخد 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من برا. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز، جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش هلاقي ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد كده، خلي حد يهوب كده تحت دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي.
بس بص بقى والنبي، انا عندي بس حته بروبليمه صغيره كده. اتفضل. انا سيد الرجاله يعني الامباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. اسم أننس، اسم أننس، اسم أننس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا أحلى أحلى أنواع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي. ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفض كده وأتفز أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا أنوعة. افتكر ان انا اتجوز. انام اشوفك اتفزع، انام اشوفك اتفزع. حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لان انا كان عندي وانا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ اه كان كبوس وحش قوي قوي. اه والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايمه. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب. اموت في الجيلي. اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده الصباح الزفت ده الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى يابا. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله ابوكي بقى كوكب الشرق جاي للصحينه. صباح الخير يا ابو انوع. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسه بعد جوازي من انوع على طهر وشدد على هريسه، فين هريسه بقى؟ هريسه ده ايه؟ الهريسه ده ايه؟ هريسه اللي انت قلت لي ان من امك الافريقيه ده ولا الفلبينيه؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجره، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جرايه يابا انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لمبي، وادي الطربوش. على فكرة انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعالى اتفضل. حلو كده؟ امال يلا بقى انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريسة على طول كده. انا عرفت انك انت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. امال ايه؟ مش قلت لك يابا؟ يا ولاد انتوا عاملين عليا مسلسل. يلا بقى فين هريسة اللي خلاص؟ فوق فوق مات من غير ما اعرف السر. بقولك ايه، هو ده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسة والنبي. طب يلا بينا. يلا. ايه ده ايه؟ انت داخله هتعملي له نمره هترقصي؟ ما تستنى تجمدي يا بنت انت ايه؟ توقفي مع الراجل مش صباح تبشير. بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب. اموت في الشلي. يلا اقف انتباه، يلا انتباه. حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب. معتدين مرش. لا ما خدش. ايوه كده استرجلت يا بنت. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا انوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ امال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتاكد من حاجه. خلق النطق ابويا الله يرحمه. انت عم هريسه؟ لو انت ابن حد مدياني فانا مش هريسه. طب لو انا مش ابن حد مديانا ابقاني هريسه. هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرايه يا عم هريسه، ما انا لسه قايل لك ان جوزي اللمبي. جرايه يا بنت ما تبخش فيه. الله.
أموت في الأدب. أموت في الجلي. هقول ما بقى مهرسة. ممكن أكون سمعت الاسم ده في حتة كده ولا كده، أو بشارة قالها الطالع. أيوة. لا شوف بقى الطالع بقى واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. أيوة الدبانة الحمراء، يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. أيوة حفيدي جدو قريبي. قول لي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صح حكاية الكنز يا لمبي. امال ايه بقى، جوزك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعه. ايوه صحيح الكنز حقيقي، واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جد يا قريبي. يلا بقى ادقلك في الطاسه بقى وخلص على نفسك بقى، عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. اول ما في نفسك هو من اي حاجه فضحت سبيلنا حفيدك يسعد. هو والله النوعه ولا يا بت؟ اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسه، خلاص موت على راحته. ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين من الكلام ده. وقف عادل. اموت في الادب. اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك، تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت خلاص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحدة واحدة يا عم عريسة كده، هيبقى خانقة وكتير قوي بصراحة بقى. أنا تعبت يا عم عريسة بقى، اللي موت واحدة واحدة. ما تاخدها ماشي أحسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم. أما تموت بقى ابعتلي. استنى يا حفيدي. إيه؟ مادام طلعنا قرايب ما ينفعش أموت وأنا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينة صيادية؟ على فكرة أنتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي أنا شفتكم فيها. كل في خلق واحدة ونفس الغيتاتها على فكره، نفس السقاله ودماغ ما فيش. واضح ان العيله الهريسيه دي عيله من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامه عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحه. ريحه مين؟ ريحه بلطيه. بلطية؟ بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. مين عبليك؟ مين محية الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا ايه اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لم نبي كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايا. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايا. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوا تلمع في حمايتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. يا عم عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه جت فين؟ انا جاي لك يا بلطية. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس بلطية. انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطية عم هاريس. استنى قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول. قول بس. ايوه ايه ده بقى عبيط قبل ما يموت والكبر وهو بيموت. يا لهوي مات. مات طبعا. يا لهوي يا هضبة فندي. يا رجالة هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه اللمبي والبت النوعة، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهولة من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ هضبة فندي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصر، اللي بتحببه دي وقعت البوزة. ايه دي يا هضبة فندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارفين ربنا ينتقم منكم. إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا.
هو ده ده صحي يا بنت. لا ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو اهو يا بنت اهي ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ صدق انتوا ولاد حلال انت ونبصحف ولاد حلال ان هو لسه واخد الدواء بتاع السد دلوقتي وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز بس كون انتوا جيتوا يعني مش كده يا بنت انا شفته والله لا بركه اتفضل اتفضل اهو قاعد اهو نايمه يعني هناخد الكنز يعني ده هتاخده خش 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 ربنا يخليك يا ابن حبيبي يلا قول بقى اهو هيصحى دلوقتي يلا يا بنت يلا 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 يا بنت عايز فين يا اولاد يا عم حاسب يا عم ايه ده؟ ابوك ده ايه؟ ابويا ناوي يا حبيبي يا ابو انا ماليش غيره معلش معلش هنشوف له حل هيفوق دلوقتي طب انا محتار دلوقتي بين جوزي وابويا جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده لمؤاخذه يابا يلا معلش انا رجعت ليه؟ يلا هاي محدش هيجيبه غيري اهو خد ايدك بص بقى دلوقتي انا غصب عني لازم اسيبك وامشي في ديانه ورايا وانا هتسيبني يا لمبي ما ينفعش الديانه ورايا هقابلك اكيد هقابلك هترجع والله هرجع هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك بص البند احتمال الاقيك انت وراه خلي بالك من نفسك يا نوع ايه الكلام الغريب ده يا لمبي يا لمبي انت ارجع يا ده الليل والنهار اللي بتنايم وقع فيه كنت فين يا لمبي تيخة حبيبي انا رجعت يا أنا رجعت يا عبدالله على السلامة الله يسلمك يا تيخة إيه ده يا عبد فرح مين ده يا وده وقت يا لمبي وقت هزار يا جدع ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك وكوشة وكل مبروك يا جدع ده والنبي ده فرح أنا أيوه اللي جاي
حل الندى بلدنا السيدة. صباح الخير يا بسبوسة. صباحية مباركة يا جزيد. شوفت مش انا قلت لك انا؟ أعمل إيه؟ أنا قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. أنت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده وأنا كنت شهر؟ لا والنبي. ورجعت إيد ورا وإيد قدام، وأهل الحتة قالوا إنك لقيت الكنز، وأنا لا شايفة لا كنزي ولا كنز. لنا كنز ولنا كنز. كنت فين يا لم؟ ايه يا بيت الله يا ساتر، انت ما بتمرش فيك حاجة ابدا، افتكري لي حاجة من ساعتين. الله، لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بيتنا، لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شوية هوب ببص كده قلت ايه ده؟ ايه؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني. فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب، فتحت الباب بقى هو ده بقى، ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بنح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده، رحت ضرب المفتاح فتحت. ما عايز ضيع ما انا عطشان، انا حينك ماشي. طب انا عايز اقول لك، طب بوس ميه. ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ده بانه يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الليوبي. ايه الوديعة دي سبيك سبيك ساسات ساسات، احب عمي مع الحاجات زي كده. هم مش كانوا ثلاثة؟ اي عفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك ثلاثة، انت ليه واحدة؟ هو صار واحد بس يا مطلوب وخلص يا اخبار. لا طب على ايه الوش ده؟ لازم يتطبق ويتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا اخبار. انت بطل في المايك مية يا واد. ايه ده؟